أما هلأ رح نروح لفقرتنا الاجتماعية، واليوم رح نحكي عن العلاقات الاجتماعية. نور، من المعروف أنه العلاقات الاجتماعية هي روابط طبعاً بتربط بين الناس ببعض وطريقة تعاملهم، وبتدخل كتير معايير بتقويم هاي الروابط وكيفية أداء الإنسان للعلاقة بينه وبين أي شخص آخر. بيدخل معايير مثل المصلحة، مثل الاستغلال، مثل المنفعة وغير كتير من المفاهيم. أكيد لما نحكي سلمى عن العلاقات الاجتماعية فينا نقول مفهوم كتير واسع ودائرة كتير واسعة. فينا نقول أفراد العيلة، الأصدقاء، الجيران، بالإضافة لزملاء العمل. تكوين العلاقات الاجتماعية بشكل صحيح، كيفية الحفاظ عليها بعيدا عن الاستغلال، لأنه بالآونة الأخيرة صرنا بنسمع من الناس اللي حوالينا أنه ما عاد في علاقات اجتماعية سليمة صحية. صحيح. في استغلال، ما عاد في روابط أسرية قوية. ومع أنه نحن قرب شهر رمضان دائما نقول العلاقات الاجتماعية بتقوى بشهر رمضان، صلة الرحم هي من أهم العادات والتقاليد اللي نحن بنعيش عليها. لنحكي أكثر عن فينا نقول العلاقات الاجتماعية السليمة الصحيحة، كيف فينا نحافظ عليها بعيدا عن الاستغلال. معنا السيدة هناء نيازي، اختصاص نفسي اجتماعي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. يسعد صباحك صباح الورد. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني اليوم عم نحكي عن شيء يمكن لولا الإنسان ما بيقدر يعيش بالمجتمع، اللي هو العلاقات، الروابط اللي بتربطه ابتداء من أسرته، أول دائرة بيلتقي فيها وصولا للمجتمع. خلينا نحكي عن أنواع العلاقات الاجتماعية بالبداية. إذا بدنا نعرف العلاقات الاجتماعية هي شيء جوهري جدا للإنسان. هي إذا بدك مقياس توازنه النفسي ومقياس صحته النفسية، هو كيف بيبني هيدي العلاقة. أنواعها ممكن تكون، يعني أنا ما بحب صنف لأنه منضيع بالتصنيف. صحيح. ولكن في علاقة آمنة، علاقة غير آمنة. حلو هذا التصنيف جدا، وبسيط وسهل وواضح. نحن لما بنجتمع مع أشخاص كيف بنقدر نتواصل معهم، كيف بنقدر نبني علاقة، حتى مصداقية العلاقة ما لها علاقة بشدة التواصل. يعني ممكن نقطع كتير ونرجع نحكي بكل مودة وكل محبة إذا كانت آمنة. يعني هلأ كتير حكرر كلمة أنا آمنة. كيف آمنة؟ يعني أنت الأنا تبعك محمية، غير مهددة. الشخص اللي عم تتعاملي معه ما له ناقد، ما له لوام. قبلانك كإنسانة بأخطائك وبإيجابياتك تماما. ما في تنظير عليك، ما في معايير قاسية. فأنت هون بتحسي أنه الأنا تبعك مرتاحة. فبتكوني أنت على حقيقتك، فبتعطي إمكانياتك وبتعطي قدراتك، حتى إذا بدك بتتألقي مع هدول الأشخاص الآمنين. بالمقابل في علاقات غير آمنة. علاقات غير آمنة هي دائما فيها شيء من السيطرة. وإذا بدنا نرجع لأيام، ومثل ما تفضلتي تماما بالضبط، أنا دائما برجع لأيام الطفولة. تحت الست سنين بنكون نحن تعودنا بالحب المشروط. ماما إذا بتعمل هيك أنا بحبك، أو بعطيك هي. أنا بحبك لما بتكون نظيف، أنا بحبك لما بتكون مؤدب، أنا بحبك لما بتجيب علامات عالية. فدايما مشروط، تمام؟ انت مؤدب ما بتجاوبني، انت مرضي الله يرضى عليك، ما بتقلي كلمه لا. شايفه القواعد اللي عم نخلقها لاولادنا؟ كلياتها ما لها علاقه بنمو الشخصيه، لها علاقه بالمعتقدات تبعنا نحن كاهل، ولها علاقه براحتنا نحن، تمام؟ والله كان هو وصغير ما يتحرك، ما عذبني ابدا، هل انت برايك طبيعي انه ما يتحرك؟ ولا كان مريحك فانت كنتي رضيانه عنه؟ لما بلشت الانا تبعه تكبر ويبلش يعبر عن نفسه او يعيش النورمال، انت رفضتي هذا الموضوع، وصار بالنسبه لك معاناه طفل. مزعج. تماما مزعج. ومنطلق توصيفات قاسية جدا بتخلي الولاد يتوهوا انه انا كيف بدي يكون. الولد يا جماعة كتير حريص على نظرة القبول من اهله، فبيحاول يتقولب، ومن خلال علاقتنا نحن مع اولادنا بيكون علاقتهم مع الاخر. فكل علاقة مشوهة نحن منشوفها لما منكبر ومننضج ومننزل على ساحة العمل، بيكون في عندي انا صورة وكتير واضحة كيف التربية كانت وكيف تصور العلاقات كانت. نقطة كتير مهمة، يعني لما نقول بالأخير علاقتي مع الآخر وانعكاسها عليه هو انعكاس للمجتمع والدائرة الصغيرة اللي عايش فيها. وهي نقطة إذا بدنا نبلش فيها بوابة العلاقات الاجتماعية لنتوسع أكثر معك ست هناء. أهمية اليوم تكوين العلاقات الاجتماعية من البداية، لما مثل ما قلتي يمكن كثير من المفردات وطريقة التعامل مع طفل بتأثر على شخصيته وآلية التعامل مع الآخر، كيف بده يكون
يكون علاقات اجتماعية من هو وصغير ويكبر. خلينا نركز على هاي النقاط لأنه كثير من الأهالي عم يتابعونا بيفكروا أنه هاي التربية الصحيحة، ونحن حكينا معك سابقا ودائما بنشدد أنه لا، أنا بحب ابني بكل الحالات لأقدر أعطيه مثل ما قلتي علاقة آمنة لا يقدر يعبر عن الأنا تبعه وما تماماً يخاف تماماً. يعني كتير بنأكد على مرحلة نمو الأنا بشكل صحيحة. كيف نمو الأنا؟ يعني إنه أنا نظرتي لنفسي مقبولة بأخطائي وإيجابياتي عم أقدر ألمسها وفق الطبيعة اللي أنا عايش فيها. فهيدي القصة جوهرة كيف نحن نقدر نتقبل أنفسنا بأخطائها. بعد منا حنشوف أو حيكون تقبل الآخرين رقم اثنين وليس رقم واحد. فبتشوفي كتير أن العلاقات الغير سوية أو خلينا نقول سامة بيسموها كتير بالمصطلحات الدارجة، علاقة سامة. شو يعني سامة؟ يعني يسرق طاقتك، يسرق بيسحب الإنرجي اللي جواتك، كل شيء شيء حلو قدامك بينطفى قدام هيدي الشخصية. ليه؟ مثلا عقدة الذنب جدا هي عقدة كتير صعبة، فنحن ما بنقدر نشوف حدا بمرتاح فمنحاول نزعجه، منحاول نحسسه بعقدة الذنب. تمام؟ عقدة النقص، ما بتتخيلي عقدة النقص قدي أنا لما بيكونوا أهلي عم يعاملوني بنقص أو بدونية قدام صبي أو قدام أخي اللي أشطر مني أو قدام بنت خالتي اللي ما بعرف شو عملت، وبيكون في هيدي المقارنة بين الأهل بتخلق عندي عقدة النقص. عقدة النقص بصير أنا بمكان العمل أنا ما بقدر شوف حدا ناجح، أنا ما بقدر شوف حدا أشطر مني أسكن مني. تمام؟ هذا الموضوع بيزعجني، حتى انتقائي لفريق العمل بيكون قائم بناء على هيدا المنظور أني أنا بنتقي أشخاص أقل مني لحتى أرتاح. بمجرد ما يكون حدا، مع أنه بالعمل يفترض أنه يكون في استثمار للمواهب، في استثمار للقدرات لحتى العمل يتألق، لحتى العمل يمشي، لحتى نوصل للهدف، لا، بيكون بناء على عقدة النقص اللي موجودة عندي أني أنا بنتقي الأشخاص الدون. وإذا كان في عندي حدا متألق أو عنده شيء مبدع بعمله، هذا الموضوع كتير بيزعجني. فأنا ببلش سيطر عليه، ببلش أنقده كتير، وببلش أقلل من أهمية الإنجاز اللي هو عم ينجزه. لما بقلل من أهمية إنجازك أنا عقدة النقص تبعي تهدى شوي، برتاح. تمام؟ طيب. فشوفي قدي هيدي المعاناة بتكون طويلة الأمد بخصوصي مثلا بمكان العمل أو بالأسرة مثلا. هي طيب. بتنشأ من الأسرة. طيب خلينا نحكي كمان اليوم أستاذة هنا، أنت عم تحكي عن كتير شغلات عم نشوفها بالواقع. صحيح. يمكن في بعضها عم نعيشها، عم نحسها، عم نشوف أشخاص حوالينا عم بيعانوا من هي المشاكل. اليوم ما فينا نقول أنه هي المشاكل قادرين نحن نحلها بسهولة. تمام. هي بتحتاج لوقت كتير طويل. صح. لأنه نحن عم نحكي عن تراكمات بالتربية من الصغر للكبر، وبتحتاج لمواجهة. الأشخاص للأسف ما كله عنده قدرة يواجه مشكلته ويعترف فيها، وإلا كانت انحلت كتير من هاي الأمور. اليوم أنا كيف بقدر أعرف أنه هدول الأشخاص عندهم مشاكل؟ كيف أتعامل معهم على الأقل لحتى جنب نفسي أنا الأذى المتبادل اللي عم يطلع من هاي العلاقات؟ سؤال كتير مهم وكتير عميق، وفعلا يحتاج إلى كتير من الوقت والجهد والوعي. نحن دايما إذا كنا ببيئة غير صحية وغير آمنة ولا تسمح بتطوير الأنا تبعنا، وللأمانة موجودة جدا وبكثرة، فشو الحل؟ شو الحل؟ عندك حل واثنين. الحل الأول هو تركيزنا على أنفسنا. دائما نحن منركز على دائرة التأثير. دائرة التأثير هي الأنا تبعنا، أفكارنا، مشاعرنا، سلوكنا ومهاراتنا. هدول أنا كنترول على حالي فيهم، أما الآخر أنا ما لي سلطة عليه. بغض النظر هو شو وجهة نظره، شو مبادئه، شو معتقداته. صحيح. شو قيمه، أنا ما لي سلطة عليه. مجرد ما توصل هيدي الفكرة لإلي أنا ببلش أرتاح. ليه؟ لأنه عرفت حدودي، وأنا بمجرد ما أني أعرف حدودي بلش كون أكثر هدوءاً للأمانة. أما أنا إذا كان دايماً براسي كيف بدي إياك تكوني ألطف معي، وكيف بدك تقدريني، وكيف بده يحترمني، وكيف بدي أخذ هيدا مرهق إلي، وأنا هون تشتتت قدراتي. لأنه تخيلي وأنا عم أخذ تقييمات وأخذ أنطر الدعم والتقدير من اللي حوالي وأنا ببيئة غير آمنة.
تمام؟ فأنا عم ضر حالي. أما لما بركز على أفكاري وعلى مشاعري وعلى مهاراتي، يا جماعة بتبلشي، وهيدا اللي أنا بشتغله كتير مع العملاء، وللأمانة يعني أكثر من 99% بتجيب نتائج إيجابية. صحيح. بمجرد ما يبلشوا إنه أنا ليه تعب حالي بتغيير الآخر، لا أنا حأشتغل على حالي. أنا حأعمل كنترول على حالي، حكون عم راقب أفكاري وكيف أقدر أختار الفكرة الأكثر راحة. صحيح. كيف ناقش الأفكار التلقائية اللي بتجي بناء على خبرات سابقة، أو مو بالضرورة تكون صحيحة، ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة، لكن الفكرة الخاطئة بتاخدني إلى مشاعر مهلكة ومشاعر متعبة، وبناء عليه بيكون في عندي سلوك نوعا ما كتير جيد. تمام. فهي هيك بتصير مثل سلسلة، مثل حلقة. لما أنا بنشغل بتطوير مهاراتي أنا بستمتع بذاتي، أنا بستمتع وبحس بالإنجاز، فبطل أطلب التقدير من الآخر وبطل أطلب القبول من الآخر إذا أنا قبلانة نفسي. هذا لا يعني إلغاء الآخر. أنا في دائرة دائماً، إذا المستمعين عم يتابعونا، في حتى إذا بتحبوا حضرتكم، في دائرة صغيرة نرسمها وحواليها دائرة أكبر. ممكن ترسميها؟ طبعاً. إيه. دائرة صغيرة وحواليها دائرة أكبر. الدائرة الصغيرة هي دائرة الأنا تبعي، دائرة التأثير ودائرة السلطة تبعي. الدائرة الأكبر هي دائرة الآخر. طالما تماماً، طالما في طالما في مسافة بينهما، هذا يعني إنه الآخر يؤثر فيني أكثر ما أنا بأثر فيه. كيف؟ يعني أنا حساسة، أنا أنفعل، أنا عندي انفعالية زايدة، أنا أعيش مشاعر غير مريحة وبكثرة. تمام؟ بنضل منشتغل على أفكارنا وعلى مشاعرنا، بمراقبة أفكارنا، وفي طبعاً آليات إذا حبيتوا بنحكي فيها بعدين أو إذا داركنا الوقت، كيف أقدر أتعامل مع هيدي المشاعر. صحيح. يا جماعة في مصطلح هي المشاعر السلبية، ما في مشاعر سلبية، هذا مصطلح بس، يعني مجتمع سلبي، مشاعر سلبية تماماً. محيطك سلبي تماماً. أنا مع ذكر بعض الآليات لأنه كتير من الناس كتير بتحب هيدا الكلام بس ما بتقدر تنفذه على أرض الواقع. وقلتي نقطة كتير مهمة، لما تبلشي تعرفي حالك او تعرفي الانا لا يعنيك المحيط، لانه مثل ما قلنا المحيط شو ما عملتي الارث يعني الرسول المجتمع تماماً. يعني فينا نقول ما الكل اتفق عليه تماماً. يعني عم نحكي، فكيف اذا كان شخص عم يمارس حياته الطبيعيه، تخيلي المعضله وانت بدك ترضي اللي حواليك، مستحيل تماماً. مستحيل ارضاء الاخر، يعني ومن زمانات البشريه غايه لا تدرك مستحيل. تماماً. فخلينا نعطي بعض الاليات وممكن نحكي بحلقات قادمه كيف فينا فعليا نمارسها بشكل يومي، لانه قد ما حاولتي تضبطي وتعملي كنترول في عندك ظروف مادية واقتصادية تنعكس، يعني تعملي كنترول وقصص وتلاقي انه انا لازم تكون طبعاً. ردات فعلي مدروسة وكذا، بيجي شيء من الخارج، لانه طبعاً. بالاخير نحن اسرة طبعاً. بمجتمع واحد بتأثر قد ما حاولت اليوم، فخلينا جزء من كل. صحيح. جزء من كل، وحتى توازننا كافراد هو هذا الطلب اللي طلبته انا، حتى توازننا كافراد، يعني هلا نحن بنضل نشتغل على افكارنا وعلى مشاعرنا، فبتتوسع دائرة التأثير تبع معنا، بتكبر بتكبر بتكبر، تصير أكبر. لازم تصير أكبر. لا 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 أدى أقل منها بشوي. ليه؟ لأنه أنا جزء من منظومة. تمام. بس أنا بكون ساعتها أكثر قدرة على التأثير من إني أتأثر. صحيح. شايف؟ أيوة. وبتكون كلامك له معنى، وجودك إلى ثقله. ليه؟ لأنه أنت متناغمة مع ذاتك، هيدي الكلمة أبدا. أنت إذا في تناغم مع ذاتك، أنت إذا في راحة داخلية، وجودك يعني راحة للآخرين، فبتلاقي الأشخاص بيلتفوا حواليك. إذا كان أنت متفاهمة مع نفسك، فأنت بتقدري توصلي رسالتك للآخرين بكل وضوح، بتقدري تستقرئي بسرعة، وبتقدري تعطي الفائدة للي حواليك، فبتكوني مؤثرة. ونحن منقدر نلمس هذا الشيء بكل الشخصيات المؤثرة اللي احنا منشوفها. هن أشخاص صادقين مع نفسهم، هن أشخاص قرأوا نفسهم صح، اشتغلوا على مهاراتهم صح، انشغلوا بنفسهم عن الآخرين. صحيح. طب خلينا نعطي بعض الخطوات لكل الناس اللي عم تتابعنا. على عيني وراسي، ولو إنه بدها وقت بس يعني إنه ولو شيء شي بسيطة واحدة. هلأ أول شيء مراقبة الأفكار، إني أنا راقب أفكاري قديه هي عم تساعدني لكون أفضل أو عم ترجعني، قديه عم تطورني
أو لا عم تخليني أعيش بدائرة ضيقة وحلول مخنوقة. تمام؟ صحيح. بالنسبة لكلمة مشاعر سلبية، ما في شيء اسمه مشاعر سلبية. المشاعر كلها لخدمتك إجت. مشاعرنا إجت لتحمينا، مشاعرنا إجت لتوعينا. يعني أنا بشبهها مثل جهاز الإنذار. جهاز الإنذار لما بيكون في خطر هو حينأذك، هو ما حيحط لك غنية ريلاكس أو حط لك فيروز وانت تكوني كتير مروقة، أبدا، هو حيزعجك. صحيح. عشان انت تقومي تشوفي شوفي. صحيح. يا سلام عليكي، انت بس تشوفي التنبيه وتشوفي المشكلة حتقومي تطفي حتحطيه على الأوف؟ لا، حتقولي الحمد لله اللي نبهني. هيدي رسالة المشاعر، معناتها مو مشاعر سلبية، هي مشاعر غير مريحة. شو وضعها؟ تنبيهية فينا نسميها؟ تماماً، غير مريحة لحتى تخبرك، مثل الألارم وقت بيرن، ما له مريح، مزعج، تمام؟ بس هو لفائدتك، هو حامل لك رسالة. يعني إذا بدي أكون هيك مختصرة، مشاعرنا تحمل رسالة لحمايتنا. إذا وعيناها، نحن للأسف مشغولين عن نفسنا بالآخر، مشغولين عن هذا الصوت الداخلي بقبول الآخرين إلنا، حبونا ولا ما حبونا، قبلونا ولا ما قبلونا، قدرونا ولا لا، انبسطوا من أدائنا ولا لا، آخر همك. المهم أنت تكوني عم تشتغلي على نفسك، المهم أنت تكوني عم تطوري نفسك وتريحيها وترحميها. لما بيكون في عندي مشاعر خوف قوية، وعلى فكرة أكثر شعور مؤذي إذا ما عرفنا نتعامل معه، إذا ما عرفنا، هو شعور الخوف. ليه؟ لأنه بيأسرك وبيضيق عليكي. أول استجابة بدنا نعملها من الخوف هو الانسحاب. تمام؟ فأنت بتبلشي تنسحبي، بتتركي الشغل وبتتركي هاي العلاقة فأنت بتبلشي تتقوقعي على نفسك. بس تتقوقعي على نفسك بتحسي بالاختناق، وبتحسي إنه مهاراتك بلشتي تفقديها. ما نحن كائن اجتماعي، ما أنا بتقلق لما حدا بيسمعني. الأستاذ إذا ما في طلاب يدرسهم هو ما له وجود، الدكتور إذا ما له مرضى يعالجهم كمان هو ما له وجود. صحيح. كون انتو اذا ما في مشاهدين عم يشوفوكم، فهي هيك سلسلة متراكبة مع بعض البعض. فنحن بنشتغل على تطوير مهاراتنا، بعد منا بتلاقي دائرتنا عم تكبر اكتر واكتر، حتى دائرة الاخر بتتوسع اكتر. فبتلاقي نطاق القبول اليك صار اكتر. ليه؟ لانه انتي عرفانة نفسك جيدا، عم تقرأي مشاعرك. مشان ما ضيع المشاهدين حرجع رتبهم، اسمع مشاعري وحددها وسميها. يا جماعة نحن ما عنا لغة المشاعر، نحن فاقدينا. إذا بدك فاقدينا وكاتمينا ولاغينا، فمشان هيك عايشين الضياع الداخلي. اسمع صوت مشاعري وسميها. رقم 2، أعطيها نسبة لأعرف هل هي ضمن الحدود الطبيعية أو عالية. إذا ضمن الحدود الطبيعية يفترض تحت 50، أنا لسه عقلي الحكيم قادر يعطيني حلول جيدة. كيف لما أنت بتكوني آمنة بتفكري بتطوير حياتك، بتفكري شو بدك تلبسي، كيف تستمتعي بنهارك. أما لما في عندك تهديد أو في عندك خطر، أنت بتركزي على شغلة واحدة، ما فيك تركزي على شغلة تانية، ما بتتهني. إذا بدك بيمرق الوقت بسرعة وأنت مشغولة ومشدودة، حتى الشد بأفكارك، فما في عندك أفكار متجددة لتريحك. تمام؟ بعد ما نحط النسبة، في تمرين التنفس اللي عملناه وحنعيده مرة تانية، هو التمرين من البطن. إذا حسيت إنه أنا انفعالاتي عالية وبلش جسمي بيحكيها، برودة أطرافي، رشفة صوتي، إيدي ما عاد كنترول عليها، فأنا بعرف إني أنا انفعالاتي صارت عالية. بعمل التنفس من البطن اللي هو شهيق طويل، بحبس النفس 1 2 3 4 5، زفير كأني عم أطفي شمعة. بهيدا التنفس يا جماعة المفروض الشهيق البطن يمتلئ بالهواء، وهي آلية التنفس الصحيحة. هون أنا بعطي رسالة للجهاز العصبي إنه عملية التنفس هي لا إرادية، بس أنا كنترول حتى على تنفسي. وأنا عم أعطيه ترتيبات وعم انشغل بالآلية وكيف. ولسه إذا بتخيل كمان أثناء التنفس كتير بيصير ريلاكس، وهيدي العملية قادرة تنزل لك انفعالك من 35 ل
35 درجه تقريبا. تخيلي بالعاميه بنسمع لما بيكون خد شخص معصب ايه لو طول بالك هدي اعصابك خد نفس خد نفس. نفس يعني هي اول شغله بفهم. تمام. فنحن اذا درجناها هيك شوي شوي وحكينا فيها طول بالك هدي اعصابك خد نفس هن الثلاثه اللي حكيتي عليهم. تمام. بشكل مفصل هي الخطوات كثير مهمه اليوم، ولكن في مشكله بنواجهها ويمكن بلشنا حديثنا بالعموم عنا وقلنا المصلحه وايضا انه الشعور بالاستغلال. الانسان لما بحس انه هو عم يستغل من ممكن من الوسط المحيط فيه بغض النظر ان كان عائله او ان كان عمل او ان كان شيء شخصي بخصه ببلش يخاف. واذا كانت هي العلاقات بتخصه وبتهمه وصعب الانفصال عنها او الابتعاد عنها بتزيد المشكلة أكبر. صح. اليوم كيف فينا نعالج هاي المشاكل؟ ما بدنا نقول بدنا نروح صوب مجتمع مفكك أنا بعيش لوحدي خلص. تماماً. هذا انسحاب، هذا أبسط حل وأسرع حل ولكن مؤذي جداً. تماماً. لأنه رح ينتج بالمقابل كل العلاقات الأخرى رح يكون فيها خوف، عدم ثقة، عدم توازن، مقارنات، وحندخل بعدم سيطرة بأي شيء بحياتنا. تمام. خلينا نحكي عن هذا النوع. واليوم كتير أنا بصادف أشخاص بحسوا إنه هن مستنزفين، مستغلين، حتى يمكن من أقرب الناس إلهم بيقولك أنا هذا كنت متوقعه صديقي وإذ بتفاجأ إنه هو عم يستغلني. تمام. الاستغلال مو بس مادة، الاستغلال أحياناً عاطفي. صحيح. أحياناً وقت، كل أحياناً بكل شيء. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. على عيني ورأسي. هلأ الاستغلال فعلاً هو من أبشع العلاقات اللي بتكون مبنية، لكن في عنا نحن استجابتين. إما انسحب وهي سهلة كتير، تمام، ولكن مأزية إلي بالدرجة الأولى على فكرة. صحيح. في الاستجابة الثانية أنا أشوف ليه أنا عم يتم استغلالي. حتى إذا بدك بدراسة الشخصية، ما في شخصية صح وشخصية خطأ. في شخصية أنا بقدر انسجم معاكي وبكون جيدة ومنيحة وحبابة إذا بدك، ومعاها بكون كتير حدا سيء. شو السبب؟ أنا نفسي. تمام. الناس بيقولوا كاريزما. هلأ ليك، لا، أحيانا ممكن شخص يسمح بهذا الاستغلال. صحيح. وفي شخص بيوقفني عند حدي. بتكون شاغلة على نفسها ودائرة التأثير تبعها واضحة وعندها استقراء للأمور وبتحافظ على توازنها الانفعالي، فما بتسمح لي إني استغلها. لهيك بنشوف الآراء إنه كيف أنت صحبة مع هذا مع إنه لئيم جدا معك وبتشوفوه لك لا هذا كتير لطيف لأنه طبعا. علاقته معك ما بتفرض علاقته هذا معك. تفسيره. صحيح. أنا أدي شاغلة على حالي وأنا أدي مستقرأ قدراتي وأدي إذا بدك عاملة حدود رسم للحدود. الحدود يا جماعة ما حتكون مرضية للي حواليكم وطبيعي. تمام. بس حتكون مريحة لإلك. بس مشكلة ما حدا بيعرف حدوده هي. انت بدك تحطي الحدود. صحيح. ومع الوقت هيدي مهارة يتم اكتسابها. صحيح. احيانا بتطليعة انت قادرة ترسمي حدود كتير. أكيد. كبيرة، ولكن هي مهارة ومرحلة من النضج للأمانة منبلش نشتغل عليها. وحبذا الأهل يسمحوا لأولادهم يحطوا حدودهم حتى لأسرتهم الداخلية، حتى لأسرتهم الصغيرة كيف يحطوا حدود مع أخواتهم، حدود مع أهلهم، حدود للتدخل الأم، للتدخل الأب. أحيانا الاستغلال بيتم بقلب الأسرة. أنا بدي أوقف عند هاي الفكرة لأنه كتير كتير مهمة كيف نعلم أولادنا فعليا يعملوا حدود داخل الأسرة وخارج الأسرة للحلقاتنا القادمة، لأنه الحديث دائما معك ممتع ودائما نتوسع وبناخد معلومة مفيدة. أكيد بالحلقة القادمة رح نحكي عنه أكثر. وكنا سعيدين بوجودك اليوم السيدة هناء نيازي اختصاص نفسي اجتماعي. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا, شكرا لك استاذه هناء، وبنتمنى الكل يكون استفاد. عموما نحن بنحاول من خلال فقراتنا الاجتماعيه والنفسي نضيء شوي على شويه مشاكل ونلاقي لها حلول، ودائما بتعطينا حلول منطقيه بعيدا عن التنظير. طبعا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.